باكلها. الغداء جاهز. بنقنق لين ما يجي الغداء. جيبها قليه لك. ما يحتاج ما يحتاج، باكلها نيه. الله يرجك يا ورع، ليتني متروش. بعد قالك التحداني يلقم على عينك. حركات يا عامر، يا انك دعس دعسه في التيك توك، صح عليك. عفا عليك، البرنامج جوه البطل. كم رصيدك الحين؟ شف انا بعت الهلي ب 25، والحين عندي من ورا التيك توك 50,000، والجاي اكثر. 50,000 من التيك توك؟ يا ابوي في ناس طلعوا اكثر. وشلون؟ يا ابوي نفتح حسابات وهميه، وانت تشحل لنا واحنا نقدم لك الهدايا. اما عاد اشحل لكم، وش الفايده من ذا الخسائر؟ يا ابوي هذا تسويق، لانك جديد في البرنامج عشان يتهيئوا المتابعين ويدرعموا بالدعم. مخ تجاري يا شكش، ترى الحركه ذي في التيك توك ما يعرفوها الا قليل. طيب بكم اشحل لكم؟ تدعم كل واحد 2000، وانا بدخل لك بيوزر دبل اكس، وانا راح يكون اسمي الشبح الذهبي، وانا اشحل لي وبدعمك بفيلين وبقره، وراح يكون اسمي القرد الحلو. فيلين وبقره وقرد، ها؟ واضح وين بتودينا. هلا والله بالمتابعين يا عيال، انا داخل اليوم البث وابي اقوى واحد يتحداني، اكتبوا لي من الموجودين. لا يا عيال ما ابي ضعاف، ام سلطان يبث. يا عيال روحوا له قولوا لعامر يبيك الهطف، جيبوه. هلا والله حبيبي خال، شو اخبارك؟ منور البث والله يا قلبي، وانا احبك اقسم بالله احبك يا قلبي. انت هلا والله بالهطف سلطان، انت للحين بالسياره؟ متى ترقد؟ لا يكون فراشك ورا. بس اقول اسمع، ابدخل انا وياك تحدي الحين، ها؟ ويا انا يا انت بالتوك توك. تعال تعال اعلمك انا كيف المستوى واكرهك في البرنامج كله يا ضعيف. ايه سلامات، لا تسوي فيها ذبيب. اقول اقبل بس اقبل. يلا يا عيال يلا شدوا شدوا، شيروا البث، تكفون يا عيال. ايه ايه كبسوا كبسوا يا عيال كبسوا، كفوا كفوا كفوا. من هذا يا عيال؟ اوه هذا الشبح الذهبي. كفوا يا الشبح الذهبي، اتحداك يا الشبح الذهبي. ارحب يا خالد، كفوا يا المحزم، كفوا كفوا يا ابو خلود. قفل ملف يا عيال. من هذي؟ سارة، كفوا يا سارة كفوا. عز الله يعزك يا شيخة، كفوا. من هو ذا؟ دبل اكس. عز الله يعزك، ضيفوه يا عيال، ضيفوا دبل اكس وسارة، ضيفوا الداعمين كلهم. ها 10 ثواني يا عيال، 10 ثواني. يلا ايه ايه بدر عليك يا شيخ، انا قايل لك كفوا يا عيال. قفلتوا ملفة عشان المرة بتهايط، ها؟ تفهم ولا ما تفهم؟ لا عاد تهايط. يلا الحين خل دعمينك ينفعونك القراشيع ذولي. ايه 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 لا تغلط على داعميني، ها؟ داعميني ما تغلط عليهم، احترم البث وثقافة البث. لا يا شيخ، الثقافة بالنادي الأدبي، هنا توك توك ضحك وناسة وفلة، الحكم الأول. ماني منفذ لك ولا حكم، اعتذر لداعميني وانفذ. ماني معتذر، وش عندك؟ ما انت معتذر؟ أجل انقلع، ماني بداخل. اوف طلع يا عيال، قايل لكم يبطل اللي يتحدى عامر، وشكرا لكم. ضيفوا الداعمين يا عيال، دبل اكس والشبح الذهبي وسارة. كفو يا سارة، والله انس كفو. عز الله يعزس. ها كيف يا عيال؟ الله يصح عليك، كفو كفو. يلا متابعيني كلكم ضيفوا القرد الحلو، يلا كلكم كلكم عند القرد الحلو. الحين اشحلك تروح تدعم ذي الخروف؟ هذه مسكينة وتستاهل الدعم اكثر منك. تستاهل اكثر مني، ها؟ هات هات هذا التوك توك وحذفناه. انت حرام يصير عندك توك توك، حدك فيسبوك. ما قصرتوا يا عيال، رايتكم بيضة. ايش دعوه وانا اخوك خوينا ودعمناك، بس تكفى نبغاك تدخل جوله مع قعيد. قعيد؟ من قعيد ذا؟ هذا واحد قوي في التيك توك وعنده داعمين، واي احد يخش معاه يهزمه. اما عاد ومتى يبث؟ يعني تقريبا الساعه 1 2، بس صدقني لو فزت عليه بتشتهر زياده. اجل اسمعوا يا عيال، ابدزها للبيت ابريح، والساعه 2 ابدخل بث، وانتم ادعموني، واذا انتهى الشحن علموني. اوكي اوكي وانا معاهم. انت خليك مع المسكينه يا خروف.
ارحبوا يا متابعيني، ارحبوا ترحيب الحياة، ارحبوا يا الشيوخ والشيخات، منورين منورين، منور يا شباط هم باكلة، ارحبي ارحبوا يا عيال منورين. اليوم بنستانس وبننبسط وبنهيص، ابشر والله بسعد. هلا شرها، هذه شرها، انا هذه شرها، كل نصيبه على الله، كل نصيبه على الله، تريري تريري، كل نصيبه على الله. منورين منورين يا شيوخ، يلا حيوا، وش حالكم؟ عساكم طيبين؟ تبون تحديات؟ ابشر والله بستعد، ابشر والله بستعد. اوه هذه من؟ ساره، منور يا ساره، ارحبي. دقيقه دقيقه، خليني اشغل اغنيتي، دقيقه دقيقه. منور يا سارة، منور يا الشيخة. لا لا، اليوم نبنفوز وبنستانس وبننبسط، ما دام الشيخة موجودة أبشر والله بالفوز. أنا جبت تحدي، دقيقة أنا جبت تحدي. يا جماعة، في واحد من ممتحني قال له عامر يبي يتحداني، قولوا له قعيد ما يعرف يرسل قست، خلوه يطلبني قست هالحين، خلوه يطلبني قست، شوف ايش عنده ذا، امتحني الله يمتحنه. يلا اقبل يا القوي، أنا أوريك الحين. أنا أرسل لي، أرسل لي قست. أنا هلا والله بقعيد. أهلين، هلا والله عامر، هلا يا أبوي، إيش عندك أنت تتحداني؟ إيه هتحدى. تمام ما عندك مشكلة، بس شوف الجولة من ثلاث أحكام، انفست عليك طبق واحد منهم، اتفقنا؟ يما خوفتني. إيه اتفقنا، توكل على الله، ابدأ الجولة. يلا يا عيال شدوا يا عيال، إيه كفو يا عيال، مش نقفل الملف من بدري، ها ما نبي جحفله، كفو شدوا يا عيال، شدوا شدوا، لا تهايط، الحين بيجيك السكور في جبهتك، بنصفك راس. ايه كفو، منو ذا؟ كفو يا فهد، كفو. اوه ستارة، نبع عيني ستارة، كفو كفو يا ستارة، كفو نبع عينك، لبعين سسارة، كفو كفو كفو، يا لبعينك يا سارة. أبوك الجحفلة، وينكم الداعمين؟ وينكم يا المحازم؟ دبل إكس شبح الذهبي، يا عيال ياسر شكوش، لا يفوز علي. هذا مين؟ القرد مو حلو، هذا واضح انه داعم جديد يا جماعه، ضيفوه ضيفوه ضيفوه، لبه قلبك لبه قلبك. اما عاد القرد اللي مو حلو علي كفته، انا اجيك الاستراحه واتوطاك يا ورع. يلا يا قعيد، ما شاء الله عليك، انت اقوى واحد بالتيك توك، قوي قوي مره، انا استاذنك، تبي شيء؟ وين وين يا حبيب وين؟ نفذ حكمي بعدين اقلب وجهك وعيني لا تشوفك. اي صح، نسيت نسيت، يلا عطنا احكامك. الحكم الاول تقفل يوزرك وعيني لا تشوفك، والثاني؟ الثاني تحط مكياج في وجهك، تخسى وتعقب، والثالث؟ الحكم الثالث تلف في بيتكم وتصيح بأقوى ما عطاك ربي وتقول كعيد كعيد كذا، ها ها تمشي في البيت تقول كعيد 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 كعيد، نفذ يلا نفذ. قعيد يا قعيد، أبوك الحكم السهل، خلاص أعلى أبي أعلى. قعيد قعيد أبوي، أنت ما تستحي، أنت فشلتنا بالناس، أتصحر آخر الليل وش ملاكت، راح تعمل لك شغل أحسن لك. هذه تحديات يبا، وذا البث تستفيد منه. وش تستفيد منها؟ ما غير خسائر على الفاضي، مخسرنا البيض والفلفل وحتى البصل خدتها. يا ولد الحلال، على ما قال أبوك، إذا أنت فاضي راح دور لك على وظيفة. هذه وظيفتي يمه، واعتبريها عن بعد، ودخل فيها أكثر من موظفين بعد. أصبري ها، شوفي هذه 100,000 ريال دخلتها في أسبوع واحد بس. عجيب والله. هلا والله بالمتابعين، أتحداك البث البطل. من هو ذا؟ أوه شبح الذهبي، خلك مركز وصحصح معي، ها نبي التوب 1 يا عيال، أوكي تبون قستات؟ أبشر أبشر بعزكم. خلنا نشوف هذا منو ذا. اقبل جولة يا عامر.
شدوا يا عيال شدوا، كبسوا كبسوا، قفلوا ملفه من بدري.